ايوه يا استاذ. ايوه يا فوزي، استنى بس استنى بس، يا اركب راجل يا عم البتاعه دي. ايوه اكيد، هنصور. عشان اعرف اشرب الشاي. لا احنا غيرنا نظام البرنامج، احنا مش هنستنى المشاهد ها يدينا سؤال، احنا هنديه سؤال. مش عايزين نعمل بقى زي الحلقه اللي فاتت. تضحك عليه يعني؟ ايوه مظبوط مظبوط. ماشي يلا عشان المصورات جاهز، ويا ريت تشرب باليمين. ماشي يا استاذني. لا ما تخافش، انا عدلت الكاميرا، جايبه ايديا اليمين. ايوه عشان ما يقولوش انت بتشرب بالشمال. ايوه انا واخد بالي، وهي دي اليمين؟ ديات اليمين، وانا بلبس الساعه في اليمين. انت هتقعد ترغي بقى طول الليل، انت هتصاحبني؟ ما تخلص يا ابني. طيب انا بلاش اشرب الشاي، وكنت على طول مصبعنا كده اهو مش شارب. ان شاء الله ما شربت. خلص، جاهز؟ جاهزين يا اخوي. قل اعزائي المشاهدين، عدنا اليكم ببرنامج جديد. جديد ايه؟ اعزائي المشاهدين، لنا ولكم لقاء في احدى حلقات برنامج واحد ملوش لازمه. والرقم اللي قدامكم ده كالعاده هنستنى اتصالاتكم. نقول الو. لسه ما حدش اتصل. اشمعنى النهارده ما حدش رن بسرعه؟ فوزي انا زهقت منك واشوف اعلامي غيرك. خلاص ماشي هنستنى. معاك اتصال، قول الو. خليه بقى على الانتظار. فوزي خصم 200 جنيه يا خلاص يا فوزي. عم ما تزعقش. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا يا فندم، نتشرف بالاسم. انا العارف حرفي كوباية. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. سؤال حلقتنا النهارده يا فندم. ايه ده، مش المفروض المتصل هو اللي يسأل يا فندم؟ لا احنا اللي هنسأل يا فندم. طب والجايزة يا فندم؟ كم الجايزة؟ ايوه طبعا الجايزة، ما انت اللي هتسأل يبقى في لازم في جايزة، ولا هتنصبه على الناس؟ اقول له يا محمود. ايه؟ بقول لك الجايزة قد ايه؟ يعني السؤال هيبقى صعب ولا سهل؟ لا هيبقى صعب ان شاء الله. يعني قول له 1,000,000 جنيه مثلا. مليون جنيه يا فندم. مدد مدد يا مليون جنيه كلهم ونقطة. مدد. صح. اتفضل يا باشا قول السؤال، انا تحت امرك. السؤال يا فندم بيقول، هو انت مانع التليفون ولا على بص الشاشه؟ الكاميرا فوزي. حسين حاضر. السؤال يا فندم بيقول، كم عدد الحسنات التي ياخذها، حلوه ياخذها دي، التي ياخذها الرجل الصوفي عندما يتنطط في الحضره او في المولد كده؟ يعني بياخد حسنات قد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده بالصلاة على النبي، إن كان متوضي فتبقى الحسنات كتير، إن ما كانش متوضي تبقى الحسنات يعني قليلة شوية، وخاصة بقى لو كان لابس جزمة تختلف عن إن كان لابس شبشب، وإن كان بيعملها بنية التنطط بصحة، وإن كان التنطط من غير صحة. إنما بقى الموضوع كبير لو كان بيتنطط وسط، يا أستاذ، يا فوزي يا فوزي يا فوزي. لسه في حكاوي بالدهب في مرات كتير بشرب. مشاهدين متابعين قناة البحبحانة في كل مكان، وحيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، الدين الإسلامي تام بتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات القرآنية وبالأحاديث الشريفة. والدين الإسلامي والحمد لله بإجماع كل الناس إن هو مفهوش نقصان ولا به زيادة. خلينا أولا نتكلم عن الخبر المكذوب اللي كنا نتمنى إنه ما يكونش مكذوب. إلغاء موعد مولد السيدة زينب رضي الله عنها بسبب العدوى. فطلع علينا المتحدث الرسمي باسم الطرق الصوفية وبيقول لها كلا وألف كلا، هيتعمل المولد في ميعاده، وطبعا ببركة الأولياء والناس البركة محدش هيجرى له حاجة، واللي عنده مرض يا اخوانا يتمحك في الضريح وكل حاجة هتنتهي. على فكرة انت اخبارك بطيئة ووحشة. في خبر موجود من طريقة المشيخة، لا اسمه ايه، من شيخ من حد مهم، ان المولد خلاص اتلغى. بجد؟ اهو الخبر قدامي. طب ما تقرا لنا كده الخبر كده نكون شاكرين يعني. دقيقة دقيقة يا اخوي، افتح. كشف الشيخ، ايه ايه كشف ايه اه كشف الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريق الرفاعية، عن اسدال الستار، ستار ايه، عن اسدال الستار رسميا عن موقف مولد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها، والذي كان مقررا تنظيمه خلال الشهر الجاري، مؤكدا انه في حضور نائبه محمود الرفاعي، تم الاتفاق خلال الاجتماع الامني على الغاء الاحتفال به داخليا
وخارجيا، وقال الرفاعي في تصريحاته خاصة للبوابة نيوز: إن الطريق دعما والتزاما منها بما أقرته الدولة عبر مجلس الوزراء بإلغاء جميع التجمعات، واحترازيا ووقائيا من انتشار عدوى الإصابة بفيروس هبلونا، تم إلغاء الاحتفالات كافة. أيوة أنا تهت ولا إيه؟ تم إلغاء الاحتفالات كافة التي كانت مقررة، ومنها الاحتفال بالسيدة البدوي يوم الخميس، والسيد إبراهيم الدسوقي، والسيدة زينب في القاهرة وجميع المحافظات بما في ذلك الموكب. وشدد شيخ الرفاعية على إلغاء الحضرة الأسبوعية بمسجد الإمام الرفاعي حتى إشعار آخر، مع الاكتفاء بالدور الإداري فقط للمشيخة الرفاعية أيام الأحد الأربعاء والخميس مع كل أسبوع، معربا عن دعمه ودعم أبناء الطريقة للدولة في إجراءات الوقاية الخاصة بمنع انتشار أو انتقال فيروس المستجد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر. اللهم آمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر. اللهم احفظ بلادنا من كل شر. قولوا امين يا اخواننا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خلونا نقف على حاجة واحدة بس، اللي هي التمطيط أو التلويح في الحضرة أو في المولد أو في الذكر عامة. هذا الشيء بالدين الإسلامي؟ وهل يؤجر الراجل لما يعمل كده؟ أو تؤجر الست لما تعمل كده؟ تؤجر الأطفال لما تعمل كده؟ وهل في دليل على كده؟ موضوع فيه سر ولا هي بالبركة وخلاص؟ وعايزين نعرف ايه ده اصله يعني؟ حب حب ده حب والله. لا، واللي زعلك يطلع يقول لك ايه؟ ان التصوف اللي كان النبي صوفي ولا الصحابة ولا اي حد صوفي، هل حد كان صوفي؟ يقول لك ان التصوف من ارقى واسمى مراتب الايمان. من ارقى واسمى مراتب الايمان التصوف. من ارقى واسمى مراتب الإيمان التصوف. طب الخمس أيام بتوع المولد دول بيحسسوك بإيه؟ لا، أنا عندي الخمس أيام دول أحسن من أيام العيد، مع احترامي للشريعة. سبحان الله، بتعتذر للشريعة؟ لا، وتلاقي اللي يقول لك لا دول ما يمثلوش التصوف أصلاً. طب دافع عنهم؟ لا. طب أنكر عليهم؟ لا. طب اديني لايك لو عجبك الفيديو، واديني ديسلايك لو ما عجبكش الفيديو، وشير الفيديو بين صحابك، واشترك في القناة لو انت لسه جديد معانا، وعند الله تجتمع الخصوم. السلام عليكم. قبلة الناحية التانية، اقطع الصلاة عادي. يا أستاذ أنت بتصلي غلط. يا ولد اديها القبلة الناحية التانية. القبلة الناحية التانية، أنت بتصلي ناحية الفراخ دي ولا إيه؟ القبلة الناحية التانية يا ابني. هاو يو مان؟ الأيام مش من هنا. الأيام مش من هنا والقبلة مش هنا. اصلي ازاي؟ مش مصلي.
أقطع كل من عادى رسولي وأبتر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة فيه.